أسعد باشا ما قدر يقنع جلالة السلطان ليبقى بالقصر، والسلطان بده يروح على قصر توبكابي ليلتقي بالسفراء. بنفس الوقت كمان مشرف اليونان بده يزوج بنته اليوم أكيد بالكنيسة، وهن بدهن عناصر مشان الحماية. شو هالصدفة؟ هذا يعني أنه بدنا نحمي الكنيسة وقصر توبكابي بنفس الوقت؟ والله في شغلة ما عم تنفهم. طالما بيقدر انه ما يخلي ولا اثر، ليش عم يترك وراه صور انه بده يقتل السلطان؟ اكيد هذا واحد مجنون. النقطة الأساسية هي الآية صوفيا. إذا الإمبراطور بلش حفر الأنفاق من هنيك، فأكيد في باب تحت آية صوفيا. عبد الله، مين أكثر شخص عنده معلومات عن آية صوفيا؟ مصطفى بتروح على كنيسة بالغار، بتسأل عن غريغوري، بتوصل له سلامي. يلا. مصطفى دير بالك. شو رأيي؟ حلوة مثل القمر. إجا مسكي. مصطفى آسف أنا مستعجل كتير، لازم روح. استنى، بالحقيقة أنا تصرفت معك بطريقة مو حلوة. يلي شفته مبارح مانو خطيبي ولا بيعني لي شي. أصلاً بابا الصبح قال لي إنه ما عاد شوفه مرة تانية، بس إذا مستعجل وبدك تروح روح، ما رح أطلك. أنا الهبلة لأني إجيت لعنده. لارا؟ ها؟ أعطيتيني أحلى خبر سمعته بحياتي. إذا أنت ما عندك أي مانع حابب شوفك مرة تانية. وأنا كمان حابة شوفك. معناتها نتواصل مع بعض عن طريق مربيتك، شو رأيك؟ بيكون كتير منيح. يلا بشوفك. لا تفرحي كتير، يمكن تقوم لقيامة بالبيت. يلا. يلا امشي.